السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في برنامج جديد ومختلف. في هذا البرنامج سنكشف لكم أسرار ومهارات صناعة النجوم، كيف تصبح نجما، وما هي القيم التي تحتاجها لتكون نجم يحمي الرسالة، ما هي المهارات التي يجب أن تتقنها، ما هي العلاقات التي عليكم أن تبنوها. هذا البرنامج يتحدث عن النجومية الإيجابية البناءة التي تعتمد على الجهد والعرق والمهارات والتوكل على الله تعالى، وليس عن النجومية السلبية الفارغة التي تبيع الميوعة والضياع والوهم للشباب وتغرقهم في طوفان من التفاهة والسطحية، وتعدهم بمستقبل واهم لن يتحقق. نريد في هذا البرنامج أن نبدد وهم الموقف السلبي لدى بعض المتدينين من موضوع النجومية وموقفهم في التحذير من الشهرة. مهمة هذا البرنامج أن يرسم خارطة الطريق لكل محب لأمته ووطنه لكي يتقن فن النجومية ويتخذها وسيلة. النجومية وسيلة وليست غاية، وسيلة لنشر قيم الحق والخير، وسيلة لكي نساهم بنهضة مجتمع وبناء أمة قد انطلقت نحو الحضارة من جديد. النجومية، هذا العالم الذي يستغربه بعض الناس، يتمناه بعض الناس، يكره بعض الناس، ما هو هذا العالم؟ لنبدأ أولا بأن النجومية شهرة، والشهرة هذه لها شرط حتى تصبح نجومية، وهي أنها تتجاوز حدود بلدك. إذا شهرتك في مدينتك، شهرتك في بلدك، فأنتم مشهورون لكنكم لم تصلوا إلى النجومية بعد. فعندما تتجاوز الشهرة حدود البلد عندها تصبح نجومية. هناك نجومية خاصة، هذه الأولى اسمها النجومية العامة. النجومية الخاصة هي أن يكون الإنسان مشهورا بين أهل التخصص، فعندما يكون شخص يعرفه من هم في المجال المالي فهذا مشهور، نعم، ويصبح نجما في المال قد لا يعرفه باقي الناس، أو شخص نجم في الفيزياء بمعنى أن أهل التخصص في الفيزياء يعرفوه مهما كانوا في أي مكان. ها، الذي تتجاوز شهرته في مجاله أيضا تتجاوز بلده. هنا ليس بالضرورة أن يعرفه كل الناس، لكن الناس اللي خارج بلده في ذلك التخصص يعرفوه. إذن فهمنا ما هي النجومية كتعريف. عبر التاريخ لم تكن النجومية واضحة مثل ما هي في القرن الأخير. ارتبطت فكرة النجومية بوجود 4 أركان: أولا وجود القدوة أو الشخص المتميز في مجال يهم الجماهير وله تأثير مباشر عليهم. الأمر الثاني وجود إعلام جماعي يحقق هذا التأثير، وبه تتحقق يعني وجود النجومية عند الإنسان. تحقق هذا طبعا وزاد بوجود السينما والإذاعة والتلفزيون والصحافة في القرن الماضي، ثم طبعا في هذا القرن بشبكات التواصل الاجتماعي. أمر آخر ضروري للنجومية هو وجود جمهور، بالإضافة إلى القدوة أو التميز والإعلام، وجود جمهور يتأثر يتابع النجم. ويمكن قياس على فكرة هذه المؤشرات مدى قبول النجم وردات فعل الجمهور تجاه نشاط النجم، هذا اليوم كله يقاس. والأمر الرابع هو وجود نشاط اقتصادي واستثماري يقوم على صناعة النجومية ويستفيد منها. هكذا قالوا هي الأركان 4 التي تأسست واكتملت من عام 1910. هذا التعريف العلمي والأركان العلمية للنجومية. في 50s من القرن الماضي كان يعيش في هوليوود كمثلا اللي هي مركز الصناعة الأمريكية حوالي 500 صحفي فقط،
ليتابعوا أخبار النجوم. اليوم يعيش في هوليوود عشرات الألوف من الصحفيين، يقال أنه تخرج من هوليوود 100,000 كلمة يوميا لتغطية أخبار النجوم. هذا الافتتان، هذا الاهتمام بالنجوم يسبب انتعاش لمهنة اكتشاف المواهب وصناعة النجوم ونجم العرب وأمثال هذه المسائل. وتأسست المئات من المعاهد المهتمة بصناعة النجوم والبرامج بل القنوات. حتى في الرياضة صار يسمى مكتشف المواهب الرياضية، هذا له تسمية خاصة ويسمى بالكشاف. قد يتميز نادي رياضي اليوم عن آخر بقوة اكتشاف المواهب وقدرته على استقطاب هذه المواهب، بحيث يتمكن بعد ذلك أن يبيع هذه المواهب ويتباع هذه المواهب بأرقام فلكية كما سمعتم. تحولت الرياضة إلى صناعة اقتصادية ثقيلة. من أسرار اهتمام الناس بالنجوم هذا الارتباط العاطفي على فكرة، الذي يقوم بين النجم والجمهور، بين النجم والمشاهد، حتى يظن المشاهد أن هذا النجم هو بالفعل شرير بطبيعته كما يظهر في الأفلام مثلا. يقول لك اللي يقدر يقنع الجمهور أنه هو شرير هذا ممثل رائع. فالنجم أحيانا يمثل للجمهور ما يريدون وما يتأملون، فكما يقال يعني عندما يعجز الجمهور عن تحقيق أحلامهم في الواقع يقوم النجوم بتمثيل هذا في عمل درامي ولا غيره ويحقق تعويض نفسي للجمهور. ظهرت اليوم مهنة اسمها صحفيي الفضائح. هؤلاء شغلهم يتابع النجوم، يتلصصوا على حياتهم الخاصة في محاولة اقتناص خبر أو صورة حصرية تحقق مردود مالي. عرفتوا الجانب الاقتصادي من النجومية؟ هذا الصحفي اللي يفعل هذا مشهورين على فكرة، لهم اسم خاص يسمون الباباراتزي. هؤلاء مشهورين باسم الباباراتزي، ولعل أشهر حادثة يتذكرها الجمهور هي حادثة وفاة الأميرة ديانا عندما طاردتها صحافة الباباراتزي. في السابق كان النجوم يقاس بعدد الرسائل التي يتلقاها النجم وعدد المعجبين، وبالتالي قوة نجومية النجم تظهر بعدد هؤلاء. وطبعا هؤلاء يأتوا من وين؟ يأتوا من الباباراتزي ولا من الصحافة التي تغطي أخبارهم؟ اليوم تطورت المسألة وأصبحت أكثر تعقيدا، وأصبحت تعتمد على عدة عوامل متشابكة، منها المردود المادي لشباك التذاكر للنجم، هذا أحد المقاييس الرئيسية اليوم، وقوة وحجم المبالغ التي يعقدها النجم في العقود الإعلانية التي يوقعها. اليوم أيضا بدأت تقاس بعدد المتابعين في شبكات التواصل الاجتماعي. ظهرت اليوم قوائم تسمى المؤثرين، أهم الشخصيات، هو إز هو. فهناك في كل مجال قائمة، هناك قائمة لهو إز هو، من هو المشهور في السياسيين، وقائمة أخرى لرجال الأعمال، وقائمة للمفكرين، حتى اليوم في الغرب صار للأسف إحنا ما عندنا، وثالثة للنساء المؤثرات وغيرها. كلها هذه تدخل في عالم ما نسميه النجومية. لا تفكروا أن النجومية فقط ممثل، وإنما كل هذا هو جزء من النجومية. هل النجومية اليوم هي فقط عالم الأضواء، عالم الشهرة، عالم المال، حجم متابعة الجماهير؟ هل النجومية كما يتخيلها بعض الشباب هي سفر ومتعة وطائرات خاصة وقصور وفنادق 7 نجوم والناس يعني تصور معه وتتابعه؟ لا لا، في كثير من الأحيان النجومية لها وجه آخر مظلم. لماذا نسمع عن نجوم أنهوا حياتهم، انتحروا؟ عن نجوم أدمنوا المخدرات، دخلوا مصحات علاجية، بعضهم وبعضهن ماتوا بسبب جرعات مخدرات زائدة. عن نجوم اعتزلوا الشهرة ورفضوا حتى اللقاء مع الناس. هل هؤلاء خرجوا من النجومية؟
لا، هؤلاء اكتشفوا أن النجومية ما هي إلا صناعة اقتصادية يتحول فيها هذا النجم إلى سلعة يعاد تصنيعها حسب مواصفات السوق. أنا أضحك لما يقال فلان تم بيعه من النادي الفلاني، صاروا عبيد يباعوا في سوق النخاسة. كل المعالي الإنسانية تصبح عندئذ مصطنعة، وتقدم هذه المعاني بقدر ما تحتاج النجومية للجماهير لا غير. ما الذي يجعل بعض النجوم يثورون على هذا البرواز الذي وضعوا فيه بحثا عن إنسانيتهم المفقودة والمستلبة؟ عرضت أزياء مشهورة تحدثت بعد 5 سنوات من الصمت، تركت المهنة واعتزلت 5 سنوات ثم خرجت وكشفت الجانب المظلم من هذه المهنة المسيئة للمرأة. اعترفت في كتاب اسمه يوميات عارضة أزياء صدر في باريس أن عارضات الأزياء مجرد علاقات ثياب لا أكثر. انخفض وزنها إلى 47 كيلو، عانت من فقدان الشهية المرضي، كان لا يسمح لها إلا بأكل 3 تفاحات يوميا حتى أصبح نبضها ضعيفا، عانت من ترقق العظام، كان قانون الصمت في المهنة يمنعها من الحديث، إذا تكلمت تتعرض لخصم راتبها أو للسجن أحيانا. تركت المهنة، حاولت التعويض عما كانت محرومة منه، فأصيبت بالشراهة العصبية وحاولت الانتحار. هي تقر أنها تعرضت للخديعة عندما قالوا لها أنها ستحيا حياة أحلام كعارضة أزياء. اكتشفت أنها لم تكن تعيسة كتعاستها في تلك الأيام التي دخلتها في مجال عارضة أزياء، فصارت سلعة من خلالها تباع الملابس. هل النجومية هذه إذن غاية يتبع فيها الناس الطرق الأخلاقية وغير الأخلاقية في سبيل الوصول إلى هذه الشهرة، هذه القمة؟ السؤال الأهم من ذلك، هل أصبحت الحاجة ماسة اليوم لإيجاد نوع جديد من النجومية؟ هي النجومية الأخلاقية، كما أن هناك شيء نسميه القيادة الأخلاقية، نحتاج اليوم إلى النجومية الأخلاقية. من الذي سيعلق الجرس يفتح الباب لنرى نجوما يهتمون بسجدة خاشعة آخر الليل أكثر من اهتمامهم بابتسامتهم المصطنعة أمام شاشات الفضائيات؟ حتى متى يستمر هذا العداء غير المبرر بين النجومية وبين حملة الفضيلة والرسالة الحضارية إلى الناس؟ ما الذي يحدد طبيعة النجم في كل عصر ومع كل جمهور؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل إن شاء الله. بدايتي مع الشهرة أو النجومية يمكن كانت تدريجية، لأني بديت من سن صغير جدا لما كان عمري 12 سنة تقريبا في سنة 2002، كان أول أصدار لي في سلسلة ألبومات اسمها يا رجائي، ألبومات دينية ابتهالية، وكان شيء غريب بالنسبة لي أن اسمي مطبوع على 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 شريط كاسيت يعني. وأذكر صديقة والدتي طبعت أوراق من منتدى، تعرف وقتها كانت المنتديات هي الشائعة، طبعت أوراق من منتدى كان يتكلمون فيه عني وعن الأصدار، هذا كان أول أصدار، وأمي ورتنا الأصدار، فكان بالنسبة لي شيء يعني غريب أن الشخص أنا ما أعرفه شخصيا يعني، أو يعني ما التقيت فيه من قبل، هو يعرفني أنا ما أعرفه، هذا كان بالنسبة لي مفهوم جديد نهائيا يعني، وقعد يتكلم عني. فهذه كانت بداية أول شعور بأن أوكي في ناس صاروا يعرفوني أنا ما أعرفهم شخصيا. بديت استوعب ان صوتي بدا يوصل لناس وفي استحسان من الناس لاعمالي، ومنها بديت اقدم اعمال اكثر واكثر واحاول اطور نفسي. لكن مع الوقت فعلا بديت احس في المسؤوليه، لان مثل ما قلت لك انا مستمر الى الان في هذا المجال الفني، وبلا شك اشعر بمسؤوليه ان انا اقدم شيء يرقى لذاقه المستمع، وقاعد احاول اقدم شيء مختلف
شيء نوعي خاصة من ناحية المواضيع، أقدم شيء اللي يطرب المستمع وفي نفس الوقت يوصل قيمة. هو بداية ما فيش حد يقدر يحكم على نفسه إنه موهوب في الشيء الفلاني أو لا. فبداية بالنسبة للتمثيل بالنسبة لي يعني ما كنتش عارف الممثل كويس أو لا، يعني هي جات كده يعني. وأعتقد معظم الناس يعني إن بستنى حكم الآخرين يعني، بالذات اللي فاهمين يعني. فاللي حصل إن أنا كنت طالع مسرح الجامعة كلية التجارة عشان أشرب شاي، المحاضرة اتلغت مع ناس صحابي يعني. فالمخرج بتاع المسرحية كان بيعمل بروفة اسمه عماد بدر، فجأة كده قام لافف لينا احنا اللي كنا حوالي 6 أنفار تمثله. أنا ما ردتش، اطلعوا اطلعوا، مش أنا كان بيدي الأوردر. فالمهم طلعنا، وكان زي ما بيقولوا كومبارس مجاميع في مسرحية لغة عربية اسمها زيت الحيتان. المهم لقيت نفسي سعيد قوي الحقيقة، وإن أنا لقيت نفسي ما أعرفش إزاي يعني. أهلا بكم ومرحبا مع برنامج كن نجما، ونحن في هذه الحلقة التعريفية بالنجومية نريد أن نفهم هذا العالم الذي حتى بعض الشباب يعني يعتقد أن احنا كإسلاميين لازم نبتعد عنه، ولا احنا كدعاة لازم هذا ما يكون عالمنا. كلا، بل هو عالمنا ونحن أولى به منهم. ولكي نكون فعلا نجوما بحق ونستعمل النجومية ولا تكون غايتنا، لابد أن نفهم ما هي هذه النجومية. هناك عدة عوامل تحدد في كل زمان وفي كل مكان مواصفات النجومية التي تبحث عنها الجماهير، ومن أهم تلك العوامل قوة الوسيلة الإعلامية. القرن الماضي كانت الصحافة هي القوة الإعلامية الرئيسية، ولذلك ارتبطت النجومية بالكلمة، وكان النجوم في تلك المرحلة هم الكتاب والأدباء والشعراء. وازدهرت في تلك الفترة ازدهرت كل الأمور التي ترتبط بالكلمة، ازدهرت اللغة العربية والخط العربي والأدب والقصص الرائعة. أما حاليا فقد تراجعت نجومية الكلمة لتصبح نجومية الصورة، وازدهرت مع نجومية الصورة كل ما يتعلق بها من تطور في فن التصوير وعمليات التجميل وظهور حتى ما يسمى بالفيديو كليب. ثقافة الصورة لابد أن نفهمها. أمر آخر يتعلق بعوامل صنع النجومية هو مستوى ثقافة الجمهور. في الثقافة الشعبية البطل القوي الفتوة، هذا النجم الخارق، هذا الطرزان ولا سوبرمان، وعندها كذلك رامبو، تختفي سلطة الدولة تختفي سلطة القانون، ويبحث الناس عن أبو زيد الهلالي الذي يأتي بحقوقهم المسلوبة يعني وغيرها. هوليوود مليئة بالأفلام التي تتكلم عن هذا. وتزدهر في الثقافة الشعبية بين الجهلة ثقافة الأولياء والمزارات، يصبحوا هم النجوم، وتكثر طبعا الزيارات لتلك الأضرحة للتبرك بهؤلاء البشر الذين لا يضروا ولا ينفعوا، وهذا بالنسبة للناس يحقق لهم مرادهم. فكل هذا لابد أن نفهم ما هي ثقافة ومستوى ثقافة الجمهور عندما نريد أن نصنع النجوم. أيضا من العوامل المؤثرة طبيعة السلطة، فالنجم يتغير عبر التاريخ حسب توجهات السلطة للأسف. فالثورة على الكنيسة، على سلطة الكنيسة في العصور الوسطى، هي التي جعلت رجل العلم الذي يواجه تعنت الكنيسة ويحقق الفتوحات العلمية والثورة الصناعية صار هو النجم في ذلك الوقت، بينما كان في العهد الذي قبله هو القديس. عندما كانت تحكم الكنيسة كان القديس هو النجم. في الدولة اليوم التي يحكمها العسكر كمثال، تصبح البدلة العسكرية والبيادة تصبح هي النجم، حتى صار بعض الجماهير يقبلها ويضعها على رأسه. لازم أن نفهم هذه هي أحد العوامل، هل هناك ثورة على السلطة ولا اتباع للسلطة؟
أريد أن أتحدث قليلا عن معنى مهم، وهو معنى عند كثير من الشباب بل حتى الدعاة بل حتى العلماء، وهو ما يسمى شبهة حب الظهور. ونحن كمسلمين لابد أن نبتعد عن هذه الشبهة. هناك من يثير شبهة أن الإسلام نهى عن حب الشهرة حب الظهور، واختصروا ذلك في عبارة قالوا حب الظهور كسر الظهور. طبعا هؤلاء لهم أسبابهم الوجيهة جدا، أنا لا أقلل منها. طبيعي أن الإنسان ميال نحو حب الثناء وحب نيل الشهرة وانتشار الصيت والسمعة، هذا طبيعي، وللأسف يصبح هم وهدف، والإسلام لا يريد أن يكون هذا هم الإنسان وهدفه. حب الشهرة أيضا تدعو إلى تبرير كل وسيلة من أجل الوصول إلى الشهرة، حتى لو كانت تلك الوسيلة ارتكاب غرائب الأمور وتبني شواذ المواقف والفتاوى، فيصبح الهدف هو هذا من أجل أن يتحدث عني الناس، خالف تعرف. هذا القلق أيضا من المشاكل، القلق الذي يصيب بعض النجوم الذين يعني هدفهم الشهرة، يصبح عندهم قلق من انطفاء الشهرة وبريق تلك الشهرة، يصبح قلق، وهذا المسلم هم الآخرة وليس هذا. أيضا الخوف من أمراض الشهرة، من غرور وتكبر وعدم الرجوع إلى الحق والمكابرة. حتى قال إبراهيم بن أدهم أحد الدعاة والعباد المشهورين في تاريخنا رحمه الله تعالى، يقول ما صدق الله عبد أحب الشهرة. فلذلك مثل هذه الجمل أوجدت ثقافة عند الإسلاميين وثقافة شرعية أن الشهرة هذا أمر مرفوض. ومن المشاكل أيضا أن خطأ المشهور بألف خطأ، لأن الجماهير تقتدي به، الجماهير تتبع في خطأه، ولذلك من المشاكل أنه يصبح نجما لأنه سيصبح قدوة، وإذا أخطأ سيصبح قدوة سيئة. أيضا عند بعض الناس يعني قضية الحسد، هذه تعرض الشخص المشهور إلى حسد الناس ومراقبتهم وغيبتهم، وأصابته عين ولا تظهر عشان لا تصيبك عين. وهناك تراث ضخم ونصوص شرعية كثيرة تحذر من هذه المسألة وتحذر من طلب الشهرة وحب الظهور. لا شك أنها نصوص لها اعتبارها الشرعي لا تقلل منها، وأيضا لها اعتبارها العقلي، وهي أسباب هامة عند كثير من الناس للإحجام عن الشهرة، أو عند الثقافة بين شبابنا الذين توجهوا نحو الدين والإسلام نحو كره هذه المسألة أو اعتبارها منقصة أو شيء سيء. لكن هذه النصوص تخص من؟ هذه النصوص تخص من يريد الشهرة كغاية، يتمنى الشهرة لذات الشهرة وما تجلبه الشهرة من منافع. هذه النصوص لا تمس الذي يتخذ الشهرة وسيلة لغاية أعظم، الذي اشتهر مثلا بالعلم واشتهر بالزهد والورع وكانت سريرته صالحة وعمل خالص لوجه الله تعالى، هو خارج عن هذه الشبهة بالتأكيد. طبعا يجب على كل واحد من هؤلاء أن يتفقد حال قلبه باستمرار بين الفينة والأخرى. ولذلك في صناعة النجوم خصصنا خماسية خاصة، خمس حلقات تتعلق بالقيم التي يجب أن يتمثلها النجم ويراجع نفسه بعدا وقربا من هذه القيم. الشهرة لم تكن مطلبا لسيدنا يوسف عليه السلام وهو يطلب المنصب لمواجهة أخطر تحدي اقتصادي مر بمصر في ذلك الوقت. كان الوضع خطير، يحتاج رجل فطن نظيف اليد لينقذ الناس من مجاعة محققة تهلك الحرث والنسل. هذا ستأتي سبع سنين بلا انقطاع من المجاعة. كان سيدنا يوسف في بلد كافر وأهل جاهلية، وقد علم من الله تعالى أن هذا البلد هو مقدم على محنة وعلى مجاعة عظيمة، سبع سنوات من القحط يمكن أن يهلك فيها الأخضر واليابس، ولا يبقى إنسان ولا تبقى دابة إلا هلكت من هذا القحط. ما قال هؤلاء كفار ما لي شغل فيهم، لا، واجبنا نحو الإنسانية أن
نصلح كل الناس ونسعد ونسعد كل البشر وليس المسلمين فقط. كان يوسف عليه السلام يعلم من نفسه أنه قادر على القيام بهذه المسؤولية، وهذه المسؤولية تنقطع من دونها الأعناق كما يقولون، لم تكن المسؤولية تجاه شعب مصر فقط، وإنما حتى الشعوب التي حول شعب مصر في فلسطين وغيرها. إذن كانت مهمة ثقيلة، وتقدم لها سيدنا يوسف عليه السلام، وجعل من هذا المنصب الذي اشتهر وصار عزيزا في مصر، عزيز مصر يعني وزير المالية في مصر، اشتهر صار أشهر من الملك حتى، لكنه استغلها في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قال العلماء يجوز للمرء أن يطلب المنصب إذا رأى الأمر في يد الخونة، في يد اللصوص، في يد الضعفاء الذين يحكمون الأمة اليوم، فيجوز أن يتقدم ويطلب المنصب لإنقاذ هذا الموقف، بل إنقاذ الناس من هذا الفساد والاستبداد والتخلف الذي تعيش الأمة. فإذا كان لا يعني يستطيع أن يؤدي الأمانة ويعلم من نفسه الإخلاص والكفاءة ولم يجد من هو أفضل منه، جاز له أن يطلب المنصب ولو جاءت معه الشهرة. شهرة لم تغير سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما أمره عمر بن الخطاب الخليفة رضي الله عنه أن يترك قيادة الجيش، عزله وأمره أن يسلم قيادة الجيش لأبي عبيدة، فقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. هذا الموقف لو تعرض له اليوم أحد القادة في هذا العصر وكان بشهرة سيف الله المسلول اللي شهرته وصلت إلى الأعداء، حتى كانوا يظنون أن معه سيف نزل من السماء لذلك ينتصر. لو كانت هذه المسألة تعرض لها هذا العزل تعرض له أحد القادة الذين بيده القوة العسكرية اليوم، ما ترك قيادة الجيش وما ترك هذه الشهرة، بل سينقلب على رئيسه وسيحاربه. لكنه الإخلاص الذي كان لسيدنا خالد ولدين سيدنا خالد هو الذي نريده، هذه الشهرة مع الإخلاص والقيم والكفاءة هي ما نطمح إليه. حديثنا يدور حول صناعة النجوم، كن نجما صاحب رسالة، صاحب قيم، صاحب مبادئ، عندها تعرف قيمة هذا البرنامج. حفظكم الله. إن الشعوب لا تفنى جسديا وماديا، ولكنها تفنى ثقافيا.